السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. هذه الحلقه سنخصصها لمناقشه المستجدات الميدانيه في الجبهه، جبهه الساحل الغربي. إذن أعلنت قوات الجيش الوطني تقدمها باتجاه مديرية الجراح بإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي جنوب الحديدة. وذكر مصدر في الجيش الوطني أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية وصلت تقدمها الميداني في الجراح وفرضت حصارا على مواقع الحوثيين من عدة اتجاهات. وأضاف المصدر أن معارك عنيفة تدور في منطقة بيت بيش التابعة لمديرية حيس. مشاهدينا، نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: التقدم الذي أحرزته قوات الجيش في هذه الجبهة، وأيضا الأبعاد والأهداف المرسومة للمعركة في الساحل الغربي، وما حقيقة لغط الجائر حول منح قيادة الجبهة لأطراف في النظام السابق. قبل أن نبدأ في النقاش نتابع سويا هذا التقرير. بعد تحرير مديريتي الخوخة وحيس، يدق الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الساحل الغربي أبواب الجراح، المديرية التي تبعد نحو 20 كيلومترا عن شمال مدينة حيس، وتقع على الطريق الرئيسي الرابط بين محافظتي الحديدة وتعز. قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها الميداني في هذه المديرية بإسناد جوي من مقاتلات التحالف، بعد أن فرضت حصارا على بعض قرى المديرية من بعض المحاور باتجاه مركزها، وهي المحور الشرقي بمحاذاة السلسلة الجبلية التي تشهد تبادل للقصف المدفعي. ومن جهة الجنوب تقدمت القوات بعد تأمين مديرية حيس وسيطرت على عدد من القرى وأصبحت على بعد 10 كيلومترات من مركز الجراح. تطويق مديرية الجراح خطوة يعدها مراقبون خط البداية للتقدم والتوغل فيها، والتي بتحريرها ستكون قوات الجيش الوطني في الساحل الغربي قد سيطرت على 3 من أهم المديريات التابعة لمحافظة الحديدة. ما يحدث على الأرض هنا يأتي تزامنا مع تعديلات شملت قيادة المنطقة العسكرية الخامسة، إذ أصدر الرئيس هادي قرارا بتعيين اللواء يحيى صلاح قائدا للمنطقة، وهو أحد الضباط الذين شاركوا في تأسيس المنطقة العسكرية الخامسة في نهاية 2015، حيث تولى قيادة اللواء 105 مشاة المرابطين في مدينة حرض. وبحسب موقع الجيش الوطني، فقد تعهد قائد المنطقة الجديد عقب ساعات من قرار تعيينه باستكمال عملية تحرير المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا واستعادة مدينة الحديدة. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وينضم إلينا من الحديدة ينضم إلينا قائد المقاومة التهامية عبد الرحمن حجري. سيد عبد الرحمن مساء الخير. حياكم الله. أهلا بك سيد عبد الرحمن، يعني نبدأ معك، لو تضعنا في الصورة العامة لآخر المستجدات في الساحل الغربي خلال 24 ساعة الماضية. لا زالت عمليات المقاومة والتحالف العربي مستمرة في عملية تمشيط وتأمين وترتيب مسرح عمليات الجراحي، ولله الحمد الشباب معنوياتهم مرتفعة ويقومون بترتيب وتنظيم الواجبات المعطاة لهم وتنفيذها. نعم، لكن يعني هل يعني سيطرتم على أجزاء واسعة من الجراحي، أم أن المواجهات يعني ما زالت تدور على الأطراف، يعني بمعنى ما بعد حيس، بأطراف حيس؟ الأطراف الجراحي. نعم. طيب يعني إلى أين أو ما هي المناطق التي تم السيطرة عليها فعليا، يعني في الحدود ما بين الجراحي وحيس؟ هناك أماكن كثيرة، قرى متفرقة يمينا وشمالا، تم تمشيط كذلك المزارع، القوات الغامضة التي تزرعها لتمهيد عملية اكتحال مركز المدينة. نعم. طيب بما يخص العتاد وأيضا التجهيزات والتحضير لمعركة الحديدة، هل يعني نستطيع القول أن القوات على الساحل الغربي على استعداد كامل لخوض المعركة وتحرير المدينة بالكامل؟ نعم نعم نعم، هناك الشباب جاهزون والعتاد جاهز والعمليات توضع لها خططها، وإن شاء الله قريبا نكون في قلب الحديدة.
نعم، إذا أتكرم بالبقاء معي سيد عبد الرحمن، سأشرك معنا في النقاش. سينضم إلينا المحلل العسكري من القاهرة السيد علي الذهب. سيد علي مساء الخير. مساء النور. أهلا بك سيد علي. يعني بداية اليوم نناقش آخر المستجدات في الساحل الغربي، يعني استراتيجيا ما أهمية المعارك الدائرة في محافظة الحديدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك وللسادة المشاهدين. أهلا بك. الحقيقة أن مدينة الحديدة أو الميناء على وجه الخصوص يمثل هدف استراتيجي بالنسبة للتحالف، وفي ذاك الوقت يمثل قيمة استراتيجية للحوثيين من حيث اعتبار الحديدة ميناء آخر الموانئ التي بحوزتهم والتي يعتمدون عليها في إمدادة الغذاء أو الأسلحة أو الاتصال الخارجي. وأعتقد أن المعركة حول هذا الميناء أو المدينة هي معركة مصيرية بين الاثنين، ولكل منهما أهداف خاصة. أعتقد أن التحالف لديه أجندته الخاصة ولديه أجندة ما يندرج تحت توصيف تحرير الحديدة أو المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين من قبضتهم وتسليمها للشرعية بحسب ما هو متعارف عليه في أوساط الإعلام التابع للتحالف. نعم، لكن يعني الأهمية التي تحدثت عنها سيد علي يعني فيما يخص ميناء الحديدة بالنسبة لقوات الجيش الوطني، ويعني بالنسبة للتحالف العربي، بالنسبة للجيش الوطني هو أيضا كما أسلفت أنه قطع الإمدادات التي تتلقاها الميليشيا من إيران، وهنا فيما يخص التحالف العربي هل يعني الأمر يتفق بنفس الهدف هو قطع الإمدادات، أم أن يعني من رؤيتك هناك أهداف أخرى؟ كما أسلفت يعني هناك الأهداف تتمحور في دائرتين تتفقان في المركز، دائرة أوسع ودائرة أضيق. الدائرة الأضيق هي دائرة تحرير الميناء أو المدينة ودحر الميليشيات أو مقاتلين الحوثيين منها وتسليمها للشرعية أو إعادة بسط الشرعية لنفوذها داخل هذه المحافظة بشكل عام وليس المدينة على وجه الخصوص. نعم. سواء كانت هذه الشرعية هي شرعية الرئيس هادي أو الشرعية التي يهيئ لها التحالف أن تكون موجودة على غرار ما هو موجود في عدن أو في حضرموت أو في محافظات أخرى. نعم. بحسب خطط التحالف نستطيع القول أن ما يجري هو في إطار عناوين مختلفة، العنوان الأبرز فيها هو تحرير المناطق الخاضعة للحوثيين من قبضتهم وتسليمها للشرعية وإعادة شرعية الرئيس هادي. العنوان الآخر وهو العنوان الحقيقي، هناك مصالح إقليمية وهناك مصالح دولية تستهدف السيطرة على المناكب البحرية، السيطرة على السواحل. ولذلك تلاحظ أن المعارك تدار من أطراف المهرة إلى على الساحل إلى محافظة الحديدة. نعم، إذا أنت وضعت رؤيتين أو موضوعين كما تحدثت. الموضوع الأول هو ما يصب في خدمة الشرعية والجيش الوطني من خلال المعطيات الحاصلة على الأرض أو الأحداث يعني التي تسير في الساحل الغربي، يعني تسير في أي إطار من يعني برأيك؟ المسألة كما هو واضح الآن أن هناك عزل للسلطة الحقيقية للرئيس هادي، وهذا الكلام لا يقال على سبيل الابتزاز أو التعريض بدولة أو بالتحالف، ولكن أقولها بتجرد بأن هنالك تمرير لمشاريع واضحة تدفع بقوة جديدة بعد أحداث ديسمبر إلى الواجهة. مفرزات أو إفرازات أحداث ديسمبر 2017 بدأت تتجلى الآن بظهور قوة ثالثة أو رابعة أو خامسة في الساحة. نعم. إضافة إلى قوة الحراك، قوة الحوثيين، قوة الرئيس هادي، وهذه قوة أخرى قد تسلم لها هذه المناطق عسكريا. نعم. أو سياسيا على غرار ما حدث
المجلس الانتقالي في هذا الخصوص يعني، وبهذه النقطة تحديدا سأكمل معك بعد قليل سيد علي. سأعود لضيفي الآخر من جبهة الساحل الغربي قائد المقاومة التهامية سيد عبد الرحمن حجري. يعني سيد عبد الرحمن، اليوم حررت مناطق في الحديد، يعني هل نستطيع القول أن الجزء الأكبر من المعركة قد تم تجاوزه، أم أن هناك يعني الجزء الكبير لم تصل إليه المقاومة والجيش الوطني حتى الآن؟ من أرد على ضيفك الكريم الذي يتكلم عن الرؤى وعن أهداف وما يقول، نقول لهم كما نتمنى أن تتحرك بقية الجبهات كما تتحرك جبهة الساحل الغربي. أتمنى على هؤلاء المجاهدون الذين يتكلمون صنعاء على مرمى قدم أو على مرمى نيران نعم سيد عبد الرحمن تسمعني؟ يتكلمون بصوت عالي، هذه مناطقهم وهذه أراضيهم وهم معنيون بتحرير هذه الأرض. نقول للجميع كفاكم عبث كل السياسيون، من أرض موجودة مطروحة هنا، أحملوا سلاحكم بصدق، أبعدوا عن الأجندات الإيرانية والقطرية، أبعدوا عن الأجندات الخارجية. من أراد أن يحرر سيد عبد الرحمن، سيد عبد الرحمن يعني هنا نقطة، الضيف الآخر لم يعني يقلل من شأن المقاومة التهامية ولم يتحدث عن يعني لم يتطرق على المقاومة التهامية، لكن الحديث هنا عن مشاريع. يعني لو استدلينا في مناطق أخرى، يعني أصبح الأمر واضح للعيان إذا ما تحدثنا عن الجنوب وعن محافظات أخرى تم تحريرها. يعني هنا الأمر ليس تقليل بجهود المقاومة سواء في تهامة أو في الجنوب أو في عدن، لكن هناك مشاريع أكبر من يعني من أن نختزلها ب يعني قضية معينة. المشاريع يتكلم عنها تحرير تهامة، يعني تحرير صنعاء، سقوط تهامة وتحريرها في يد المسماه المقاومة، وكذلك التحالف العربي، معناته إنهاء هذه اللعبة العبثية التي جالسين يلعبوا بها الأحزاب. نتكلم بصدق، هنا في اليمن يريد رجال صادقين يعملوا من أجل تحرير هذه البلاد. الناس تعبت من طول المعركة، تعبت من كثرة الأجندات السياسية التي تحسب هنا وهناك. نريد تحرير صادق، ونريد الناس صادقين يعملون من أجل تحرير أراضيهم. أما الحسابات السياسية والمشاريع هنا وهناك لا تخدم أحد، تخدم الأجندات الخارجية. بمعنى نفهم أن الأمور تسير اليوم في الساحل الغربي بتجرد كامل عن كل ما ذكرت. نحن نتكلم في الساحل الغربي، يتكلم عن تحرير حقيقي للمناطق وسيطرة أبناء المناطق هذه على أرض للجميع، أبناء سهامهم أسياد على أرضهم. نحن أبناء سهامة، هذه أرضنا، ظلمنا لنا 90 سنة وإحنا تفضل. ابن سهامة اليوم داخل سهامة يعاني الأمرين، هناك الإقصاء وهناك التهميش. تكلمت عن تعيين المنطقة الخامسة، المنطقة الخامسة هذه كان يجب أن تكون، نعرف كلنا ميدي والفتور الذي حصل بها والتجاذبات السياسية والحزبية القائمة هناك والفشل. الفشل نتكلم بواقع حقيقي مرير، نتكلم عن فشل موجود إلى الآن، ضحوا شباب وزهقت أرواح دون فائدة. نعم. لماذا؟ نعم، لكن سيد عبد الرحمن أيضا في معركة استعادة الدولة الأمور لا تنحصر في قضية الجنوب أو تهامة أو غيره. يعني اليوم المعركة هي تحت مظلة الشرعية واستعادة الدولة بأكملها، يعني بعيدا عن التسميات التي يعني لربما سيقال في تعز المقاومة التعز للتعزية لنصر المقاومة التعزي، ومن هذه المصطلحات التي دارت في الجنوب وأيضا نسمعها الآن منك فيما يخص تهامة. لا نتكلم بواقع، نتكلم على أنه الآن نحن كلنا تحت مشروع عدوانه عدو واحد هو الحوثي، لا عدو لنا بالضبط. الآن سوى الحوثي، نقول للجميع وكلنا يعني مؤمنون بشرعية هذه وكلنا مع شرعية هذه. شفنا الآن مديريتين تم تحريرها من قبل المقاومة التهامية وكذلك إخوانهم المساندين لهم من الجنوبيين، سلمنا المحلية بحضور محافظة
واحنا نريد دوله، نريد دوله في الاخير تقود الجميع، وانما دوله تضمن للجميع الحقوق، تضمن المساواه، نكون شركاء. والثروه ليس شراكه كما نراها الان، شراكه سوريا مثلنا موجودون، المنطقه الخامسه كان يتوجب ان يكون من يقود هذه المنطقه ابنائها الذين يفهمون كيف تدار المعارك هناك. نعم، اذا جميل جميل كل ما ذكرت سيد عبد الرحمن، لكن هنا سؤال اخير، ما حقيقه الخلافات الدائره في الجبهه حول القياده؟ اي وضح اكثر لو سمحت. لما فهمت سؤالك هو يعني سألتك ما حقيقة الخلافات الدائرة في الجبهة الغربية حول القيادة؟ لا يوجد أي خلافات حول القيادة. تمام، إذا أشكرك جزيلا السيد عبد الرحمن حجري قائد المقاومة التهامية، كنت معنا من الساحل الغربي. أعود لضيفي الآخر من القاهرة المحلل العسكري علي الذهب. يعني سيد علي، من الواضح أن هناك اختلاف يعني في الأجندة ولغط حول يعني القيادة الجديدة، يعني برأيك ما هي السيناريوهات المرسومة في الجبهة الغربية؟ الحقيقة بالنسبة لمسألة القيادة هي خاضعة بشكل رئيس للقيادة الإماراتية أو للتحالف بوجه عام. نعم. ومع الأطراف الأخرى التي تقاتل تحت لواء التحالف إلا أن تذعن لما تتخذه من قرارات. ولا أتصور أن لأي طرف مندرج تحت التحالف سواء كان هؤلاء من أبناء الحديدة أو من محافظة أخرى أو من جاءوا في بعد أحداث سبتمبر ديسمبر إلا أن يسلموا بما يراه التحالف. ليس لهم قرار، وأنا أقول هذا وأثق مما أقول، أن ليس لهؤلاء أي قرار. نعم سيد علي لا ننسى هناك تأكيد يعني منذ لحظات لقائد المقاومة التهامية سيد عبد الرحمن حجري أن الجبهة تعمل بعيدة عن أي يعني انتماءات أو أي ولاءات أو أي تبعات. قوله يتناقض، وأنا كنت أتمنى أن ينتظر ردي هذا، لأنه الآن هو غادر الاستوديو ولا أستطيع أن أحاججه وهو غير موجود، ولكن لعل سأكون خفيف، اللهجتي ستكون خفيفة ولن أكون حادا فيها، وأقول له أن من يقاتل في الحديدة ليس أبناء الحديدة فحسب، هناك من البيضاء وهناك من تعز وهناك من إب وهناك من عدن وهناك من مناطق أخرى في محافظة الشمال. اما التعريض يعني مقاومه في الحديده في صنعاء او في تعز هذا شيء غير منطقي. اليمن ارض واحده، دوله واحده، وليس فيها نزاعات لا عنصريه ولا نزاعات مناطقيه. اذا اراد هؤلاء ان يكرروا تجربه عدن ويقولون هؤلاء الجنوب وهذا الشمال وهذه تهامه وهذه من هذه التوصيفات فسيفشلون وسيكونون لقمه سائغه لابتلاعهم من قبل القوى الطامعه سواء كانت في اطار التحالف او من يدير هذا التحالف. يجب ان يقف الجميع صفا واحدا تحت علم واحد وهو علم الجمهوريه اليمنيه او الدوله الاتحاديه التي ينشدها الرئيس هادي في من خلال مؤتمر الحوار الوطني. نعم، اذا سيد علي ايضا هناك يعني توجه لاعاده طارق صالح يعني من خلال بوابة الساحل الغربي، يعني إلى أين يمكن لهذا الأمر أن يسير بالمعركة؟ طارق صالح هو أحد أبناء الشعب اليمني، وأعذرني إذا قلت أنه شأنه شأن هيثم قاسم طهر الذي يقاتل في جبهة المخاء، ومثله مثل قادة آخرين وله حضور ولجماعته ما بعد ما أحداث سبتمبر لهم ديسمبر حضور لهم حضور في الحديدة، قوة الحرس الجمهورية، قوة الجيش الأخرى التي كانت تابعة للفرقة المنطقة الغربية الشمالية الغربية الذين رفضوا تواجد الحوثيين لهم أتم حضور، وهم من أبناء المحافظة أو من الساكنين في المحافظة من غير المحافظة الأخرى، من الجنود من العسكر من الضباط، هؤلاء سيكونوا مشاركين. ووجود طارق صالح أقول بكل توصيف متجرد أعتقد أنه قد يكون له دور، ولكن الدور هذا سيبدأ بعد تحرير الحديدة. إذا كان هناك له من دور الآن في تحرير الحديدة
فإن الدور الأبرز له سيكون بعد تحرير الخليدة للانطلاق شمالا أو التغول في حدود محافظة إب من أي جهة كانت سواء من سيد علي. لكن أيضا هناك كما تحدثت الأنباء أنه رفض من قبل بعض قيادات أو قادة الألوية في الساحل الغربي لمسألة تصدير طارق صالح و يعني توليته كقائد للقوات في الساحل الغربي. يعني هذا الخلاف ربما منطلق من باب أن من أتى بالحوثيين إلى الحديدة هو طارق وعمه. يعني قضية من سيتولى الأمر القيادة تكليف لا تشريف، سواء اتخذ يعني أسندت إلى طارق صالح أو إلى آخرين أو إلى هيثم قاسم الموجود أساسا في المعركة منذ 2017 منذ الانطلاق من باب المندب. كون هناك رفض أو ما شابه ذلك، هذه أشياء بيد التحالف وهو سوف يفرضها مثل ما فرضها، سيفرض إرادته مثل ما فرضها على المجلس الانتقالي وعلى محافظات يعني بعض القادة في محافظة الجنوب. علينا أن لا نعول أو ننجر في مسائل فرعية من هذا النوع، لأن المعركة أكبر من تتجاوز، يعني يجب تجاوزها أمام هذه المعضلة الكبرى وهي استعادة الدولة والانطلاق أولا من السيطرة على ميناء الحديدة الذي يشكل ركيزة أساسية في كيان الحوثي الانقلابي. نعم، إذن وضحت الفكرة في هذا الخصوص. ابقى معي سيد علي الذهب، سأشرك معنا في النقاش. سينضم إلينا أيضا من الحديدة محمد شلي ركن توجيه اللواء الأول تهامي. سيد محمد مرحبا بك. أهلا وسهلا فيكم. أهلا بك سيد محمد. يعني في البداية لو تحدثنا عن أبرز المستجدات الميدانية في الساحل الغربي وفي الجراح تحديدا وحيث. الحمد لله الوضع في حيث هادئة جدا وتحت سيطرة القوات الموالية لرئيس الشرع عبد الرب المنصور هادي، وخاصة حيث التي تم تحريرها قبل ما يقارب تابعة لمحافظة الحديدة. نعم، بالنسبة لي هناك كانت أيضا تجمعات للميليشيا على أطراف حيس والجراح، ما زالت يعني تقوم بين فترة وأخرى بقصف المواطنين الآمنين في حيس. هل ما زالت يعني ما زال الخطر قائم حتى اللحظة؟ نعم، ما زال الخطر حتى اللحظة، لكن قواتنا تقوم بقدر الإمكان لصد الحوثيين وقصف أماكن تواجد الميليشيات الإنقلابية وأماكن تواجد إلقاء القذائف على المواطنين وخاصة في الجبال المطلة. وكذلك مقاتلات التحالف العربي تعمل جاهدة لتخفيف معاناة المواطنين من خلال قصفها لمواقع الحوثيين المحاذية لحي. نعم، بالنسبة لحجم القوة التي تمتلكها الميليشيا في الحديدة، ما حجم هذه القوة؟ لا أسمع. سيد محمد هل تسمعني؟ القوة الموجودة للحوثيين فهي عبارة انهيارات متسارعة، وخاصة كما نجدهم في أغلب هجوم القوات الشرعية على الحوثيين، فما نلاقي منهم غير الفرار، وخاصة زرعهم فهم لا يجدون غير زرع الألغام، ولكن نحن لدينا خطط نمشي عليها لتحرير المناطق التي نستهدفها لتجنب الخسائر من الألغام، وخاصة مثل ما حصل في حيث وكذلك في القوقة وحصل سابقا في المقاف. والحمد لله المعنويات عالية لدى مقاتلنا، وبإذن الله سيتم تحرير الجراح في الوقت القريب العاجل إن شاء الله. نعم، بالنسبة للوضع الإنساني ووضع الناس في حيس وأيضا النازحين من مناطق أخرى، كيف هو الوضع؟ حيث لا يوجد أي غير قصف الحوثيين، وخاصة في اليومين الأخيرة نلاحظ نوع ما من الهدوء، وكذلك الهلال الأحمر الإماراتي
نكن له كل الشكر، خاصة لوصول المواد الإغاثية الإنسانية لأبناء مديرية حيث وكذلك أبناء مديرية القوقة. نعم. كما لاحظنا في اليومين السابقة. نعم، إذا وضحت الصورة. أشكرك جزيلا محمد شلي، ركن توجيه اللواء الأول التهامي، كنت معنا من الحديدة. أعود للمحلل العسكري علي الذهب. يعني سيد علي، ما أثر الاختلافات إن كانت حاصلة بالفعل في الساحل الغربي، وإن كان هناك يعني رفض من قادة بعض الألوية لتواجد طارق صالح في صفوف الشرعية في هذه الجبهة، يعني ما يعني ما الأثر الذي ستتركه هذه الخلافات؟ قد تبقى مثل هذه الخلافات تقدم القوات في هذه المناطق على نحو مشدود، قد تعالج هذه المشكلة معالجة سريعة. الأمر لا يحتمل التأخير، وأتصور أن التحالف لديه القدرة، لأنه من يمول ومن يدعم ومن يخطط، وما على القادر الآخرين إلا أن يبتدوا. وأعتقد أن من سيرفض سيواجه التحالف بقوة. نعم. لدينا تجارب كثيرة في محافظة الجنوب، استخدم فيها الإماراتيون الطائرات لكبح معارضهم، حتى وإن كان ذلك من سلطة الرئيس هادي، وأنت أعلم كرجل إعلامي مطلع على مثل هذه المواقف، وكيف أن تجرأت الإمارات استخدام طيران يعافض القوات التابعة للرئيس هادي، سواء في الأحداث التي دارت في 2013 أو في نهاية. وربما التعيينات أيضا وتصدير الأشخاص في هذه الجبهة أيضا يأتي في نفس الإطار. أتصور أنه المسألة لا، هناك يعني جلبة إعلامية كثيرة تثار حول الموضوع، وأتصور أنه في المجمل علينا أن ننظر أن الساحل الغربي، جبهة الساحل الغربي هي جبهة منعزلة عن سيطرة قيادة وزارة الدفاع أو رئاسة هيئة الأركان العامة التي تتبع الرئيس هادي. نعم. يعني ليس هناك نفوذ حقيقي على هذه الجبهة للسلطة الشرعية أو للرئيس هادي أو لرئاسة الأركان. الهيمنة الكاملة هي للتحالف، و يتدعم الأمر المقاومة تتبع يعني الإمارات. هذه هي الحقيقة، بدليل أن الرئيس هادي أصدر قرارا يوم أمس، قرارين شمل الثاني منهما تعيين قائد جديد للمنطقة الخامسة، والمنطقة الخامسة هذه العسكرية تضم محافظة الحديدة والمحويت وحجة. يعني أن هناك تباين في الرؤى، تباين في الاتجاهات، ولكن يظل الهدف واحد، أو لنقل هناك تنافس. سلطة الرئيس هادي لديها إصدار قرارات ولديها هيمنة على مناطق في المنطقة الخامسة، لكنها قليلة ومحدودة. وهناك أيضا تقدم ملحوظ على الأرض واتساع المساحة أو الرقعة الجغرافية تحت هيمنة التحالف، وتديره الإمارات بشكل رئيسي، حتى أنها عزلت محافظة تعز عزلا تاما، وسيطرت على المناطق الممتدة من باب المندب إلى المخا وهي تابعة لتعز، والآن يمتد النفوذ والسيطرة. وربما أيضا التباين بالأهداف سيد علي. نعم، إذن أشكرك جزيلا علي الذهب المحلل العسكري، كنت معنا من القاهرة. مشاهدينا بهذا القدر وصلنا إلى ختام حلقة الليلة. أشكر أيضا ضيوفي، كان معنا من الحديدة محمد شري، ركن توجيه اللواء الأول تهامي، و الشكر أيضا لقائد المقاومة التهامية كان معنا من الساحل الغربي السيد عبد الرحمن حجري. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى نلتقيكم في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله.